أميرة سعودية تحب الفنانة ديانا حداد، راحت أهدت لها تليفون، بس مو تليفون آيفون 7 اللي عندنا نشتريه بمبلغ، لا ذهب والماس، والله لو أنه دكتور ولا واحد ما هدوه شيء. من حظهم يستاهلون، تستاهل ديانا حداد. أعطونا التقرير. وصلي على مكتبي، وصلوا لي اياها. خلينا نشوف شو هي. صندوق كتير حلو من سمو الأميرة اس آل سعود. نفتح الصندوق. الله، آيفون 7 ملبس ذهب مرصع بالألماس. مرسي حياتي سمو الأميرة اس آل سعود على الهدية كتير حلوة. إن شاء الله منلتها قريبا، وانبسطت من شفتك بباريس. التليفون يونيك اديشن 4D اتش باللوجو تبعي ديانا حداد، مثل ما قلت مغطى بالذهب ومرصع بالألماس. والله مخرجنا لو مني لباكر ما عطوك قلم رصاص ب 25 فلس آخر